فعلا لثورتنا العظيمة شاعرها وهو أنهم أعلنوا دعمهم للثورة، فمن هنا له سيكون هناك بعض المهن التي أن أكون هنا في هذا مشروع ومؤسسة ناشئة من 19 ماي 56 900 و1000، يوم من أيام تاريخنا المجيد الناصع، يوم صنعه شباب الجزائر الطلبة ممن ضحوا بمستقبلهم التعليمي والمهني ولبوا نداء الوطن، بل وضحوا بشبابهم وأرواحهم، ومنهم من قضوا من أجل أن تحيا الجزائر. كان هذا اليوم إعلانا لالتحاق نخبة النخبة من الجزائريين آنذاك بالثورة المسلحة، وكان يعبر عن الوعي العميق الوطني الذي تميز به كل طلبة الجزائر. إذن اليوم ونحن في ظل وكنفي الجزائر الجديدة من خلال هذا المنبر ومن خلالكم وخلال أمواج إذاعة جيل أفام، نجدد العهد مع جيل من كافح وناضل لنكون ونتمتع اليوم بكامل الحرية والاستقلال، لنجدد عزمنا وعهدنا لمواصلة مسيرة البناء.